أوجد مجموع الفوائد الناتجة من استثمار 200 دينار لمدة 3 شهور، 300 دينار لمدة 7 شهور، و 400 دينار لمدة 5 شهور. عين التجارية تساوي 8%. الآن النمر تساوي 200 في 3 شهور، تمام، زائد 300 في 7 شهور، زائد 400 في 5 شهور، تساوي بيطلع معايا رقم، القاسم بيطلع معايا اللي هو طبعا انا بالشهور هقول 12 على 8% يساوي، بيطلع معايا برضو رقم الفائدة تساوي النمر على القاسم، تساوي هاي النمر اللي طلع لي هنا على القاسم اللي طلع لي هنا. الآن لو مثلا بدل هذا قلنا مثلا سنين، 3 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات، النمر حيكون كما هو. أما القاسم حيكون عبارة عن إيش؟ عبارة عن 1 على 8 بس، هيختلف كده.